نشير فقط إلى هذا الخبر العاجل على شاشة سكاي نيوز عربية. منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يقول إن غزة باتت غير صالحة للسكن. واصلت المدفعية والطائرات الإسرائيلية قصفها لمواقع متفرقة في قطاع غزة، حيث سقط قتلى وجرحى في مدينتي خان يونس ودير البلح ومخيم المغازي وسط وجنوبي القطاع. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قتيلا على الأقل سقط في قصف استهدف مجموعة مواطنين في محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس. وفي آخر إحصائية أعلنت مصادر طبية تابعة لحماس ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 22,600 قتيل منذ 7 أكتوبر. نتابع آخر التطورات من رفح جنوب قطاع غزة مع الصحفي محمود عليان. محمود، أهلا بك معنا. استمرار القصف المدفعي والجوي وسط وجنوب قطاع غزة، آخر التحديثات الميدانية من عندك. صحيح صهيب، بالنسبة للغارة التي وقعت قرب المستشفى الأوروبي شرق خان يونس قتل فيها فلسطيني، وهذه الانفجارات كانت قوية إلى الدرجة التي استمع إلى أصواتها سكان مدينة رفح المجاورة، حيث كانت الطائرات الإسرائيلية قد كثفت من غاراتها على شرق خان يونس، وهذه المرة كان القصف قريب جدا إلى محيط المستشفى الأوروبي في شرق المحافظة. الغارات ما زالت متواصلة حقيقة على مناطق أخرى أيضا في قطاع غزة، منها المحافظة الوسطى. قتل 3 فلسطينيين في دير البلح بعد أن قصفت الطائرات أحد المنازل، كذلك أصيب آخرون في مخيم النصيرات بعد استهداف شقة سكنية هناك، بالإضافة إلى قيام طائرات مسيرة من نوع كواد كابتر بإطلاق الرصاص باتجاه المارة الفلسطينيين في مخيم النصيرات. أما بالنسبة إلى مخيم المغازي الذي يقع في الناحية الشرقية من شارع صلاح الدين الرئيسي، ما زالت المدفعية الإسرائيلية تقصف المخيم وتمنع أي تحركات إلى خارجه، حتى حركة النزوح ممنوعة منه مع وجود عدد كبير من القناصة على شارع صلاح الدين، وبالتالي كان هناك عدد من الإصابات من بينهم أطفال حاولوا الخروج من المخيم، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، الذي بدوره أيضا تعرضت أقسام العناية فيه إلى بعض الطلقات النارية من القناصة الإسرائيليين. عطفا على تصريح المسؤول الأممي حول الحياة في غزة، في مدينة غزة مثلا نرصد جانب من هذه الحياة، المواطنون الفلسطينيون يتنقلون سيرا على الأقدام لبضعة كيلومترات بحثا عن الطعام. اليوم مشاهد رصدناها من هناك يعني صعبة للغاية، يتناولون الأغذية وكذلك يحصلون على بعض حليب الأطفال المتوفر منتهي الصلاحية، ببساطة لأن المنظمات الإغاثية لا تستطيع أن تدخل كل هذه المواد إلى مدينة غزة. حتى وعلى ذكر هذه النقطة يا محمود، لو سمحت لي أنا أردت أن أسألك على المساعدات كذلك، ما الذي رصدته؟ هل هناك مساعدات ما تزال تصل إلى السكان النازحين في رفح؟ ما حجمها وكيف يتم توزيعها كذلك؟ حقيقة المساعدات تدخل بشكل يومي، لكن بما يسمح بدخوله قرابة 50 إلى 60 شاحنة. كان معدل دخول الشاحنات إلى القطاع قبل الحرب 500 شاحنة بالمعدل اليومي، وبالتالي 50 شاحنة في مثل هذه الظروف لا تكفي لسد احتياجات 1,300,000 نسمة موجودين فقط في مدينة رفح. هي تصلهم المساعدات، ولكن ربما في الجانب الآخر من القطاع في مدينة غزة في شمال القطاع لا تصل أي مساعدات. بعض الشاحنات قبل أسبوع تقريبا تابعة لأونروا استطاعت أن تدخل بعد تنسيق لها من الجيش الإسرائيلي، ولم تعاود الكرة بسبب إطلاق النار تجاهها. هذه الشاحنات اليوم مثلا رصدنا دخول شاحنات للهلال الأحمر الإماراتي، كانت محملة بخيام مواد إغاثية ومواد طبية، بعض كذلك أيضا ضمن مشروع كسوة الشتاء ما قرابته 1,600,000 قطعة من الملابس. هذه كلها يعني تساعد إلى حد ما الفلسطينيين في الملاجئ ومراكز الإيواء، وهم يواجهون هذا البرد القارس الشديد بالنسبة لهم. إذن المساعدات بالدرجة الأولى تغطي مدينة رفح،
هذا ما قالته كثير من المنظمات حتى الأممية منها. نعم. طيب محمود لو سمحت لي، نتحدث كثيرا عن وسط وجنوب قطاع غزة بحكم أن الجنوب هو الذي جرى دفع الغزيين إلى التواجد فيه أو النزوح إليه، ماذا عن شمال غزة؟ ما المعطيات هناك حول المعارك، خاصة أن إسرائيل قالت أنها ستنتقل إلى المرحلة التالية من الحرب بعد انتهائها من شمال قطاع غزة؟ ماذا نعرف عن الوضع الميداني هناك عسكريا وإنسانيا أيضا، إذا ما يزال هناك مدنيون ووضعهم كذلك هناك في شمال غزة؟ حقيقة يتواجد فلسطينيون في مدينة غزة وفي شمال القطاع في أكثر من منطقة الآن توقف فيها إطلاق النار. مثلا المناطق الغربية من مدينة غزة يمكن القول أن النشاط العسكري الإسرائيلي الآن متوقف فيها. نعم. المناطق الشمالية مخيم جباليا يتعرض فقط لعمليات قصف، لكن الدبابات تراجعت إلى بعض النقاط وتمركزت بعيدا عن المخيم. لكن ما هي النقاط الملتهبة الساخنة مثلا ميدانيا؟ حي التفاح، حي الدرج، وهي أحياء تقع إلى الشرق من مدينة غزة. نعم. لنلاحظ ما قاله الناطق بلسان جيش الاحتلال اليوم. قال بأنه سيتم اعتبارا من الغد فتح ممر لخروج سكان غزة والشمال باتجاه الجنوب. نعم. لكن هذه المرة عن طريق شارع الرشيد، أي شارع البحر، مع إغلاق شارع صلاح الدين باعتبار أن عمليات الجيش هناك. وهذه تأتي ضمن محاولة الجيش الإسرائيلي أيضا لإفراغ من تبقوا في غزة وشمال القطاع ودفعهم أكثر باتجاه الجنوب. الجنوب. محمود عليان، شكرا على التحديث من رفح قطاع غزة.